في عام 2020 لم تكن هنالك موازنة. الدولة العراقية كانت الحكومة العراقية تمنح الواحد على 12 بسبب عدم وجود الموازنة لأسباب كثيرة، منها التظاهرات والاحتجاجات والأزمة اللي رافقت انخفاض أسعار النفط بأسعار منخفضة جدا وصلت حتى 13 دولار و 14 دولار، الركود الاقتصادي العالمي، كذلك اعتماد العراق على مورد النفط بنسبة أكثر من 95% لتمويل الموازنة مالته، فأصبح خطر كبير أنه ما هي الموازنة التي ستغطي السنة كاملة كنفقات تبذلها الدولة العراقية في قطاعات مختلفة. لذلك التجأت الحكومة بعد تشكيلها ونيلها الثقة في مجلس النواب العراقي إلى قانون الاقتراض، لكن حساباتها كانت وقتية لمدة 3 أشهر، لم تكن حسابات إلى نهاية السنة في 31/12، ولذلك عادت وطلبت الحكومة العراقية مجددا تمويل الاقتراض الداخلي والخارجي بالنسبة للحكومة لغرض سد الأعباء والعجز في هذه الموازنة. حقيقة كان المبلغ المطلوب من قبل الحكومة العراقية هو 41 تريليون بضمن جداول حددتها وزارة المالية وصادق عليها مجلس الوزراء وارسل الى مجلس النواب العراقي. هنالك حوارات ونقاشات حصلت بين اللجنه الماليه وكذلك الحكومه العراقيه على اعلى المستويات، فنيين ومسؤولين في وزاره الماليه وكذلك مع وزير الماليه وبحضور رئيس مجلس الوزراء لاكثر من مره، وهذه اللقاءات اثمرت عن تحديد المبالغ التي ستكون هي موارد للنفط للأشهر الحالية اللي هي 3 أشهر متبقية، وكذلك الواردات الأخرى غير النفطية. وببيانات رقمية من قبل وزارة المالية تم الاتفاق على تخصيص مبلغ 12 تريليون. بالمجمل هذا المبلغ يغطي رواتب، يعني يغطي الرواتب لنهاية السنة 31/12/2020، وكذلك يساعد على تغطية النفقات الأخرى، رواتب المتقاعدين، شبكة الحماية الاجتماعية، نفقات الفلاحين ومستحقات الفلاحين والمزارعين، النفقات الأخرى. وأهم شيء في قانون تمويل العجز هو موافقة مجلس النواب العراقي وتثبيت مجلس النواب العراقي مبلغ 400 مليار دينار إلى ميناء الفاو لبناء المرحلة الأولى. طبعا حقيقة هذا يحسب إلى مجلس النواب العراقي أنه خصص هذا المبلغ اللي طلبتها وزارة النقل للبدء بإنهاء حالة اللغط اللي حصلت على ميناء الفاو. نتمنى إن شاء الله أن تلتزم الحكومة العراقية كما وعدتنا بإرسال قانون الموازنة لعام 21 بمدة أقصاها 2 أو 3 أسابيع، وأن تكون صادقة في نواياها بإرسال قانون الموازنة الذي سيحل كثير من المشكلات الإدارية والمالية ورسم السياسة المالية للمشاريع على مستوى البنية التحتية في المحافظات في الإقليم أو في المحافظات غير منتظمة في الإقليم.